واحد بيقول لماذا تقام صلاة اليوم الثالث على المنتقل في ثالث يوم بالتحديد ولا تقام في أي يوم آخر أو في نفس اليوم الذي ينتقل فيه الشخص؟ وقوانين الكنيسة بتقول تذكر الميت في يوم وفاته وتذكره في اليوم الثالث لأن السيد المسيح قام من الأموات في اليوم الثالث وتذكره في يوم الأربعين لأن السيد المسيح صعد إلى السماء في اليوم الأربعين. فكأننا بنصلي عليه في اليوم الثالث نقول للناس كما أن السيد المسيح قام من الأموات في اليوم الثالث الميت بتاعكم كمان هيقوم من الأموات.